داخل. ايوه دكتور، طبعا بتسالي برضو سؤال على اوجد النظير الضربي. جبنا لك هذا السؤال التطبيقي، قول اوجد النظير الضربي للمصفوفه هذه. طيب اعمل ايه عشان اجيب النظير الضربي يا ساره؟ قلنا 3 خطوات، فكريني كده. أضرب القطر الرئيس لا بالقطر ايه، الفرعي، صح، اللي هو اسمها ايجاد المحدد. إيجاد الرقم المحدد، الثاني نبدل ونغير، صح. رقم 3 نبسط. نبسط يعني ان انا ايه، هقسم، كنت قلت لك عليها المره اللي فاتت، نقسم نقسم على مين؟ على على العامل اللي يطلع لي على العدد، بطل على على العدد اللي هو العدد. طلع عندنا. تمام، دي ب3 خطوات. ممكن تساعديني لو سمحتي؟ اول حاجه اجيب الايش، المحدد، هذا اسمه محدد. هجيب محدد اني اضرب قطر الرئيس بالقطر الفرعي. بطلة، يلا قطر الرئيس هكذا، كام هذول؟ ستة ناقص القطر الفرعي ناقص هذول؟ خمسة يعطيني سالب واحد. واحد بموجب 1. ادي اول خطوه الحمد لله. الخطوه الثانيه ركزي معايا عشان هي صعبه شويه. الخطوه الثانيه عباره عن خطوتين مع بعض. القطر الرئيس ابدل، يعني هنا 3 وهنا 2، ايه اللي حصل يا ساره؟ بدلت أماكنهم، بدلت اماكن القطر الرئيس، القطر الفرعي والثاني راح أعكس إشارة. بس اعكس الاشاره. اشكرك، الحمد لله خلصنا الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه نقسم على العدد اللي طلع اللي هو هذا على الواحد، على 1. طبعا القسمه على 1 ما ياثر، صح؟ صح، ما يأثر. القسمه على 1 ما ياثر، بس انا اضطريت اكتبها عشان ايه، تتعلمه ان لما بقسم على اي شيء ما هتفرق معايا، على طول اقسم 3 على 1 3، وهنا سالب 1، وهنا سالب 5، وهنا 2. هذه المصفوفه الناتجه هي النظير الضربي للمصفوفه مصفوفة. الموجوده. واضحه يا دكتوره؟ تمام، واضح، واضحه جدا كمان، قولي واضحه جدا، الله يهديك. احنا واضحة قلنا جدا. الله، شكرا، يعطيك العافية. الله يوفقك.